خليني اقول لحضراتكم كمان كان في تصريحات لمحمد الشناوي طبعا حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي، واللي اتكلم عن مواجهه فريق بلاتينيوم واهميه هذه المباراه. قال ان المباراه صعبه للغايه بغض النظر عن ترتيب المجموعه، الاهلي مثلا الاول وبلاتينيوم الاخير، لكن بيقول ان فريق بلاتينيوم فريق جيد وعنده بعض المقاومات الجيده جدا اللي احنا هنحاول نتعامل معاها، ونحاول كالعاده ان احنا نخرج بالثلاث نقاط من هذه المباراه. قال ان احنا مركزين بشكل كبير جدا خصوصا في ظل شده المنافسه على التاهل ما بين الاهلي والهلال والنجم الساحلي. قال كمان ان نتيجه النجم الساحلي وبلاتينيوم مش مقياس اطلاقا ومش بنفكر فيها، لان احنا ايا كان حتى لو النجم الساحلي ما كسبش بلاتينيوم في ملعبه 3-0، احنا كده كده المطلب الرئيسي بالنسبه لنا كفريق النادي الاهلي ان احنا نكسب اي مباراه حتى لو كان بلاتينيوم كسب النجم الساحلي على ارضه. يعني كل الكلام ده مش بيشغل دماغنا، احنا مركزين ازاي نخرج بالمكسب من مباراه بلاتينيوم ان شاء الله. كمان قال ان كل اللاعبين بيبذلوا جهد كبير جدا، احنا لسه مع تصريحات محمد الشناوي، كل اللاعبين بيبذلوا جهود كبيره جدا وكل لاعب بيبقى حريص على ان هو يكون متواجد في التشكيل الاساسي، فده بيتطلب مجهود كبير جدا مننا ومن كل لاعب داخل الفرقه، وعارفين حجم المسؤوليه بشكل كبير وعارفين الطلبات الخاصه بجمهور النادي الاهلي بتتمثل في بطوله دوري ابطال افريقيا. قال كمان او تطرق لابرز ما يميز فريق بلاتينيوم، قال ان هم بيتمركزوا بشكل جيد جدا، الكرات العرضيه عندهم او الكرات الثابته بشكل عام بتبقى خطره، وكمان قال ان هم عندهم عناصر مميزه من اللاعبين. ان شاء الله يكون النادي الاهلي ناجح في التعامل مع هذه المباراه ونخرج بالمطلوب باذن الله بنتيجه ايجابيه، هيبقى شيء جيد وهيبقى شيء اروع في الحقيقه لو الاهلي قدر ان هو يفوز في هذه المباراه، عشان على مباراه النجم الساحلي والهلال وانت يعني نسبيا الامور بالنسبه لك افضل بكتير، احسن لما هتتعادل او لا قدر الله تخسر مباراه بلاتينيوم. واثقين كل الثقه طبعا في لعبتنا.